يقويك الله يقويك والله النكبه هذا تراها الخويه اللازي اللي يمون عليك ما هي وهي مستر خوها الحين صرت مسافر ومريت مثلا الرياض احنا ما نتكلم معي طرقيه ما نتكلم على احمد فهمت علي يا ابوك ريم ترى معي ريجي واتغدى عندك ممتاز ترى انا ما اتكلم عن عزابي يعني والله واحد راح يدرس ولا تزوج لا انت في بيتك لكن الاهل مو فيه ما عندك احد يخدمك ما عندك احد يعاونك هذا نفس الموضوع يعني ما فيه يعني كثير فرق لكن تقدر تخارج نفسك يعني مطاعم كثير هو ما يدري من فين حسب الميال لا اقصد يعني ما يدري حسب يعني مثلا خليني انا بالرياض الحين انا من اهل الرياض مثلا ودق علي مثلا واحد حسب هلك عندك انا دقيت عليك حسب هلك عندك وبيت جميل وانت رفيجي وجاي من القصيم ولا من حايل ممتاز جميل لا جيت قلت والله ترى بتغدى عندي معاملتنا بخلصها وبجي ولا مراجعه وبجي اتغدى عندك بقول زين متى تخلص انت بخلص الساعه 1 1 ونص خلاص حلو بس والله يا هنا مطعم ما هو عندكم بالقصيم ابى اخذك انا بتجمع فيك الان ابى اغديك غدا اتيكيت ومطاعم جديده ما لقيت انت قبل فيعتبر ضيف انا والله ما اقدر اسويها لا ما انا بعلم هذا ما تمون عليه اجل على طاري الضيف و الرسميات انتهت كرامته والامور هذه اذكر فيه واحد من اخوياي توظف الرجال في الجمارك وين في ينبع والرجال وربعه كانوا الاجواء حلوه في ينبع والامور زينه وهو بالساحل وجو ربعه طال عمرك من القصيم شو اسمه نصوف ينبع اي نعم ويدقون عليه قال والله الذي لا اله الا هو انك ما انك ما تذبح يا ولد قال والله سمك قالوا نبي بس سمك هلا اسمه كات يقول واجيب لهم سمك يقول والله انه مديت لهم السفره من اول الغرفه لاخر الغرفه يقول والله انا ب 2700 ريال اغلى من الخروف اغلى من الخروف يقول يوم ذاك الله يبيض وجهك انك تممتنا يعني جيتنا على كيفنا ما ودنا بالخسائر او كان ب 2700 قلت تطلي كم 1500 ريال 1200 ريال مع طبخه مع ذا مقفله كامله ب 1700 ريال اوافق علي في جزئيه انه حسب الضيف يعني اذكر واحد من الشباب ولا ودي اذكر الاسماء والقبائل لكن من خريجين جامعه بترول يقول عمي اخو ابوي وابو زوجتي ومن الجنوب وحير رسمي ما عنده شغل الشباب حنا وعلى قولتهم الامور سماحات اليوم ذي رسمي اجيتك توجبني بطلي يقول جاي قلت يا عمي ابد والله ماني عازم حتى احد يقول بعزم فلان جاري وفلان جاري اللي يعرفونا ومن جماعتنا يقول والله اني على قولتك يقول السفره فيها فوق ال 2000 ريال استكوزا وروبيان وما ادري ويش كلها بحريات يقول اطل ياك الوقت قيمته 1100 ريال واللي على السفره الان حول 2000 2500 متخسر الرجال خسر لكن ايش؟ انه ما نبي نطلي وش الفائده مفطح ولا يوكل الا ابي عمي بحريات كذا قل لي بعد يقول دخل يقول باب مقلط باب يسحب كذا يقول انا كذا زي ما تقول زي الاكشن كذا فتحت الباب السفره طويله وحنا اربعه الله سبرايز يعني كذا ايه مفاجاه ايه يقول يوقف يطالع في الاكل يدور اطلي ما لقى شيء قال تقلطني على عيش ترعان ويدور قال عمي الله يسترك في الدنيا والآخرة اقلط وهذا غدا انفال هذا الفال اي وعشاك الليلة والله اني اذبح لك يقول عقب يوم جاء قلت يا عمي ترى الوضع واحد واثنين قال هي بس ما تقلطني تتعودون بكرة وتخربون عاداتنا هذا رسمي لكن انا بعلم هذا شو بعض الشباب والله على قولة الرجال من الميانة وين وصلت والله دخلت الرياض مر المطعم فلان يجيب لنا معك عشاء في نوعيه كذا تمون عليه الله يسلم ما شوف بيني وبينك الناس بالعكس والله العظيم انا قلتها يعني قبل ومرارا وتكرارا والله ما يحشد الناس عن بعضها الا الكلافات الا الكلافات يا اخي الله يرحم والديك انا جاي بستانس معك وتلقاني ما اجيك ليش بسبب اني ما ودي اكلف عليك يا اخي الراتب باقي له 3 أيام 5 أيام الشافعي يقول الكلام ذا يقول اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التاسف ففي الناس ابدال وفي الترك راحت طويله لكن التكلف يذهب الألفة بين الأصحاب يحشد الناس المسيير بعد الكريم معاه عزوبي ولا متزوج أنت إذا متزوجين تقول عزوبي وإيش في العزوبي فالعزوبي يكرم مثله مثلك المطاعم واجد طحنا على الجرح ولا على جرح ولا قاعدين تسلكون في المعزبين فأنا أسمع هني حنا ثلاثة وانت واحد وإيش ثلاثة احنا 3 رجال يا اخوي هالولد منا عن 400 اربعة منا عن هيدا العين الولد منا عن 400 تراني ششت لا شق ثوبي الحمد لله الرياض فيها مطاعم ومنادي يعني انت مع الكلافة يا ابو ايش مع الكلافة اي والله ضيفك لما جاك ودك تتعب له وتكرمه وتكرم لحيته
لكن لما يجيني هل الكلام ضد ضيوف عامة ولا ضيوف خاصة؟ إن جاني أول يوم فأكرمه كرامته مقلبها. إيه. أعطيه كرامته. وعقبها يومين ثلاثة أيام ودك تخير ضيفك، تشاوره، تعطيه رغبته،